السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل حسابات بتاعة الشبكة الصحية. هاجي اقول له هنا install product، ابدأ اختار الحاجة اللي انا عايز احطها، وليكن مثلا احواض. تمام، اقدر اوزع بأي طريقة. ممكن اقول له انا هحط مثلا مسافات معينة، مثلا وليكن مثلا نص متر، تمام، من هنا مثلا لهنا. تمام، نص متر كتير، ممكن نبقى نلغي واحد نسيب واحد. الثلاثة دول هبدأ أوزعهم بالشكل دوت. طيب دلوقتي بقى الارتفاع بتاعهم على الزيرو، لا ممكن نقول له خلي الارتفاع مثلا على متر مثلا على سبيل المثال. هبدأ أرسم البايب بتاعتي. أجي من بايبنج هقول له أنا عايز أرسم بايب، وأحدد نوع البايب سنتري، وأحدد بي في سي. أوكي، أديله الأسلوب بتاعي وأبدأ أرسم بالشكل دوت. ده طبعا لازم يكون أوطى. طيب هبدأ عايز أقفل البايب ديت عشان الحساب بتاعتي، فهاجي أعمل كده وأروح رايح للبايبنج وأقول له أنا عايز لوج أهوت، وقفلها من الناحية دي. طيب عايز بقى أوصل، وأقول له سور كونكشن، أختار الحوض وأختار البايب، الحوض وبعد كده البايب. هيبدأ يسألني الشكل اللي أنت عايزه إيه. طيب بيقول لي في مشكلة في التوصيل، خلينا نشوف في 3D نعرف إيه المشكلة. تمام، طيب دوس كده في 3D. هنا الحوض مش ظاهرة في VV، أقول له بلامينج فيكتشر. ساعات بيبقى محتاج مسافة أكبر عشان يوصل بينهم، ده برضه أقول له وصل. صور أقول له الحوض ده معاه. أقول له صور كونكشن. طبعا الماسورة المين دي المفروض كلها تبقى 2 بوصة. طيب عايز اعرف بقى الكمية الحساب بتاعتي، فهقول كالكوليشن وهقول صور فلو كالكوليشن. بيقول لي عايز برانش ولا نتورك، اقول له برانش، واروح عند البرانش بتاعي. هيبدأ يجيب لي الحسابات بتاعتي موجودة في أني ليفل، والتايب، والبرودكت، والسايز، والمليمتر، الانستليشن. كل الحسابات بتاعتي تبقى موجودة بشكل دوت، وأقدر أعدل الأرقام وأقول له أبديتد، وهو يبدأ يعدل لي المعلومات اللي موجودة.